بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. صدق الله العظيم. جاء رجل إلى سيدنا صلى الله عليه وسلم وقال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا بعدك عنه. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، أو كما قال صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عملة المسلم الحقيقي وجهاها العمل الصالح والإيمان. اللهم اجعلنا من الذين يعملون صالحا في هذه الحياة الدنيا التي هي مساحة من الخير والشر، فبقدر اتساع مساحات الخير تنحسر مساحات الشر. أهلا بكم في فتاوى الناس. نستكمل اليوم الحديث عن صلاة الجمعة، وسؤال الحلقة على صفحة الفيسبوك: ماذا تفعل إذا أدركت صلاة الجمعة متأخرا؟ ومعنا اليوم الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. مولانا أهلا بكم. أهلا بكم أستاذ حسن. مولانا، يحلو لي كما كنا نسمع الشيوخ الذين يقرؤون هذه الآيات أحيانا ونستمع: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، إلى آخر هذه الآية الكريمة. يعني بتأمل هذه الآية نجد هناك دلائل خيرات، هناك يعني برنامج عمل يوم الجمعة، مش برنامج أجازة زي البعض ما بيعتبرها. عايزين نشوف فضائل هذه الآية وانعكاس هذه الفضائل على حياتنا لتأمل هذا اليوم، العيد في حياتنا، العيد الإسبوعي. بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، القائل: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. هذا اليوم المبارك الذي له نفوس فعلا، يعني في نفوس المسلمين له مكانة. لذلك انت تجد ان يوم الجمعة ده عندنا يوم الناس كلها تحبه، وتحب تقضي فيه مشاورها، وتحب تتزاور فيه، ويحبوا يستعدون فيه للصلاة مهما رأيت تكاسلا. ولكن الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، لن تعدم أبدا مجموعة، لن تعدم أبدا جماعة تحافظ على عظمة هذا اليوم. فضل الله ده نراه في مجتمعنا ومنتشر بيننا. الآية الكريمة لما ربنا دائما ينادي لابد أن تنتبه، اعلم أنه شر ينهاك عنه أو خير يدعوك إليه. هكذا كما قال أو سيدنا أو يدفعك إليه دفعا. نعم. يا أيها الذين آمنوا، كله ينتبه، ده في حاجة خير جاي، أو في حاجة ربنا هينهاني عنها لأن فيها يعني عطب، وفيها مصائب، وفيها دمار لي وللمجتمع. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الجمعة يعني قالوا جمعة لأنها من الجمع، دائما فيها اجتماع، وهنتكلم الوقت عن أقل العدد، وإحنا نبهنا على هذا من قبل. ولكن فسعوا، هل معناها نجري؟ لا. لذلك سيدنا الحسن وقف وقال: أما إنه ليس السعي، لأن الصلاة فيها وقار وسكينة، مش السعي، ولكنه سعي القلوب والنية والإخلاص. ما احنا دايما نقول يا مولانا السعي، الوعي قبل السعي. نعم. هو السعي مش سعي هنا المقصود انك تجري، لا، هو انك بتستوعب الحياة، تتحرك. شوف، القلب يتحرك قبل الدخول في العبادة. لذلك قالوا: من أحب العبادة وأخلص لها وجد حلاوتها قبل الدخول فيها. حب الصلاة، حب صلاة الجمعة، تحس باللذة بتاعتها قبل ما تروح المسجد. فلذلك سيدنا الحسن يقول: إنما هو سعي القلوب، سعي النية، نية طيبة، والإخلاص. وبعدين القدم تترجم. نعم. كل هذه المشاعر بينك وبين العبادة. نعم. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سماه يوم عيد. في حديث الإمام ابن ماجة قال: يوم الجمعة يوم عيد، إن هذا اليوم يوم عيد. هكذا سماه الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ماجه. فإذا لابد للإنسان أن يكون في هذا اليوم يعني في غاية النشاط. ذكر الله فيه يختلف، له مكانة. الصدقة فيه تختلف، وده جاء في حديث موقوف عن سيدنا كعب أنه بيّن أن الصدقة في هذا اليوم تختلف عند الله عن الصدقة في غيره. كمان من يموت في هذا اليوم
له مكانة عند الله، كما جاء في حديث الإمام أحمد: من مات يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة أمن من فتنة القبر. إذن هذا اليوم لا، ده له يعني مكانة أخرى عند الله تبارك وتعالى. لذلك العلماء اختلفوا، يا ترى يوم الجمعة ولا يوم عرفة؟ ده حصلت المقارنة دي؟ وقعت هذه المقارنة، يوم الجمعة ولا يوم عرفة؟ هناك من قال يوم الجمعة لكثرة الأحاديث فيه، لأن النبي قال إيه؟ فيه خلق آدم، وفيه 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 تقوم الساعة، وسماه يوم عيد، وسماه فضائل كثيرة. لذلك هناك من ذهب إلى أن يوم الجمعة، لذلك إحنا عندنا يوم عظيم يتكرر وإحنا مش واخدين بالنا. قالوا يوم الجمعة فيه ساعة إجابة، شبه بشهر رمضان ففيه ليلة القدر. لذلك عملوا برضو مقارنة بين يوم الجمعة، وقالوا يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، شهر رمضان سيد الشهور، هذا فيه ساعة إجابة مش ساعة نحس زي ما البعض بيقول. يقول لك يوم الجمعة فيه ساعة نحس، لا ده فيه ساعة إجابة. ما هو في بعض الناس يعني بتخاف إنها تفوت على نفسها فترة ما قبل الصلاة، فيقول لك لا ما نشتغلش قبل الصلاة، خايف ليحصل شيء، فيقول لك في ساعة نحس. يبقى ده مش من باب ده من باب الإيه؟ من باب التعظيم. التعظيم هو خايف، ده مش عايز يشتغل، عايز يعبر عنها بشكل تاني بس. إنما لا، نقول لك اشتغل ولكن حافظ على صلاة الجمعة، اخرج وروح مشاورك ولكن حافظ على صلاة الجمعة، يعني افعل كل ما يعني يحلو لك ولكن نحافظ على ذكر الله وصلاة الجمعة. الصلاة على سيدنا النبي في هذا اليوم لها مكانة أخرى، لذلك قال النبي في حديث الإمام أحمد: أكثروا من الصلاة علي في هذا اليوم. الله، ده يوم فيه يعني يوم عجيب. حتى المظهر، نعم، مظهر المسلم في اليوم ده يبقى مظهر مختلف، مظهر لابس، نعم، من أجمل ما يكون وهو رايح صلاة الجمعة. لذلك أنا يعني أزعل قوي لما تلاقي البعض يخليه يوم كسل، يفضل سهران يوم الخميس ويجي يوم الجمعة، يعني يوم الكسل ويوم النوم لا ينبغي هذا أبدا. لابد أن يكون يوم النشاط ويوم الذكر ويوم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويوم سماع الخطبة والتعلم. خلي كل النوايا الطيبة، هتلاقي يوم الجمعة ده بيحدث تغيير في حياة الناس. مولانا، إذا كانت كل هذه الدلائل على يوم الجمعة وأن الجمعة له فضل كبير وأفضال كثيرة، طيب لو صعد الإمام على المنبر ووجد العدد أمامه دون العشرة، نعم، أو يعني ما وصلش للعدد أو النصاب اللي احنا بنقول عليه تنعقد به صلاة الجمعة، يعمل ايه؟ أو الحكم ايه هنا؟ أولا احنا عندنا قلنا ان مختلف في العدد الذي تصح به صلاة الجمعة. قول عند الإمام أبي حنيفة واحد مع الإمام، وده بعض العلماء استدل ليه: يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال لك مين اللي بينادي؟ المؤذن. طب مين اللي بيذكر الله اللي هي الخطبة؟ الإمام. قالوا إذن ذكر المنادي وذكر الذاكر للخطبة فهذان إيه؟ تصح بهما الجمعة. وقول أيضا عند الإمام أبي حنيفة أنها تصح بثلاثة مع الإمام، وقول الإمام عند المالكية باثناشر مع الإمام، وأخذوا من ذلك حادثة التجارة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أولا في بداية الجمعة، ودي نعرفها في تاريخ الجمعة مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي ثم بعد ذلك يخطب الجمعة، فصلى ثم خطب، فجاءت العير، التجارة جاءت، فراح الصحابة انفلتوا إلى الإيه؟ إلى العير، فبقي مجموعة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم كانوا كأنهم كانوا يظنون أن يعني سماع الخطبة مش أمر مش ذات أهمية أو نحو، فنزل قول الله تبارك وتعالى، فده كان لابد أن يحدث حتى ينزل قول ربنا تبارك وتعالى: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فديت أمور قدرها الله تبارك وتعالى حتى تنزل تلك الآية. فجلس مع الصحابة مجموعة، قالوا 12، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو ذهبوا جميعا لسال الوادي عليهم نارا. فقالوا إذن تصح ب 12. يجي الإمام أحمد والإمام الشافعي يستدل بحديث الإمام البيهقي الإمام الدارقطني اللي هو مضت السنة أن ب40 مع الإمام تنقضي به الجمعة أو تصلى به الجمعة، ولكن الحديث فيه ضعف. إذن لذلك قول المحققين يقول لك إيه؟ تصح الجمعة بأي عدد مع الإمام، بأي عدد، ولم يأتي حديث صحيح ينص على عدد معين، وهذا من فضل الله. واحد مع الإمام، اثنين مع الإمام، عشرة مع الإمام، 40 مع الإمام، الإمام بدأ باثنين وبعد زاد العدد، زاد وبعدين بدأ بعشرة،
كل ده صحيح والجمعة إن شاء الله مقبولة. قلنا اسمح لنا مع اتصالات تليفونية نستقبل اتصالات مع الأستاذة سهير. أستاذة سهير أهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. ازيك يا استاذ حسن؟ يا اهلا وسهلا. اتفضلي. ازي حضرتك؟ ازي دكتور عويد؟ ازيك يا دكتور عويد؟ اهلا وسهلا. ربنا يخليكم يا رب. والله القناه دي احنا مش عارفين نقول لكم عن القناه دي وجمالها. والله العظيم الواحد بيعمل يقعد يعمل كل حاجته وهو قاعد قصاد القناه. ربنا يكرمك يا رب يجعلها في حسن المتابعه يا رب. اتفضلي يا فندم. بقول ايه لحضرتك يا دكتور، جوزي لما كان فقد بصره كنت بنزله اول واحد المسجد في صلاه الجمعه، الجامعه قصاد البيت على طول. كنت بدخله اول واحد كان بيخش المسجد. دلوقتي ما بيعرف ما بيصليش الجمعه، بروح فاتحه له باب الشقه ويصلي مع الجامع. ان ما كانش بروح مثلا يصلي على الراديو او التلفزيون. فده صح. وساعات انا بقى التقى برضه يعني اخاف اقول له طب صلي بقى الظهر تاني. الله فده صح ولا ده ايه؟ مش عارفه. حاضر. يعني اتحسب له جمعه ولا مش عارف؟ بس هو بيصلي جمعه، بفتح له باب الشقه وبيصلي. ولكن هو الان لا يستطيع الذهاب الى المسجد، يعني ما حدش يقدر ياخده المسجد. ما اقدرش اشيله بقى. ربنا يكفي شر المرض يا رب. ماشي. ربنا يخليك يا حاج سوير، وربنا يكرمك. ربنا يكرمك يا فندم. بشكرك. معايا الاستاذ حسن. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. ممكن اتصل بفضيله الشيخ؟ اتفضل. يعني عايز تكلمه دلوقتي ولا عايز تكلمه بشكل خاص؟ لا اكلمه دلوقتي. اتفضل فضيله الشيخ، مع حضرتك على الشاشه. لو سمحت يا فندم، والدي اشترك في حرب 56، فبعد ما خرج من الجيش اعطوا له قطعه ارض، بس قطعه الارض دي يعني سددها على 40 سنه. بعد ما سددها على 40 سنه فوجئنا بان فيها الاب وفيها الام والعمه وده كله. هل دول حق لهم فعلا انهم يورثوا؟ طب واذا احنا اولاده فين من هذا الموقف، واحنا اللي عايلين واحنا اللي جاي منه هذا الموقف يعني؟ انا عايز اسال. طيب يعني قطعه الارض دي استحقها هذا المقاتل، هذا يعني واحد من ابناء القوات المسلحه حارب وعطوا له قطعه ارض. طب قطعه الارض دي مش تبقى لاولاده؟ يعني هو بيقول ده دخل فيها الاب والجد ما انا عايز اعرف مين اللي دخل، ومين اللي موجود؟ يا ترى اللي دخل هي الهيئه نفسها اعطت هذه القطعه له ولابنائي والاخواتي، ولا لو كانت طيب خلاص احنا في انتظار السؤال مره اخرى. استاذ حسن تفصيل. نعم. طيب الاستاذه ليلى من القاهره. استاذه ليلى اهلا بيكي. استاذه ليلى. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. ازي حضرتك عامل ايه؟ وزي فضيله الشيخ. اهلا بيك يا فندم. اتفضلي. اهلا بيك. والله انا كان ليا سؤال. كنت عايزه اعرف، ابني باذن الله ربنا رزقه بولد وهو عايز يعمل عقيقه، فاللي انا اعرفه ان يعمل 2 كبش خروف يعني. هو عايز يعمل ذبيحه واحده اللي هي يا سوري بقره او جاموسه. ايوه. هل ينفع؟ وثواب دي زي حاضر. دي حاضر. شكرا جدا. اشكرك يا استاذ ليلى. معايا الاستاذ سامح من القاهره برضو. استاذ سامح اهلا بيك. الو. الو مع حضرتك. اتفضل. السلام عليكم استاذ حسن. ازي حضرتك؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. انا كنت عايز اسال فضيله الشيخ اويس بس سؤالين بعد اذنك. اتفضل. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل فضيله الشيخ. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا. الله يكرمك يا فندم. معلش انا كان عندي سؤالين يا فضيله الشيخ بعد اذنك. اتفضل. الله يكرمك. السؤال الاول يا فندم، كان في بعض المشايخ كانوا بيقولوا ان طالما الخطيب اعتلى المنبر وقت صلاه الجمعه، فانا المفروض ان انا اخش اقعد استمع للخطبه وما اصليش السنه. طيب. نعم. تمام. وفي ناس بتقول لي لا، انت ممكن تخش طالما يعني طالما دخلت الجامع صلي ركعتين وبعد كده اقعد استمع الخطبه. انا عايز اعرف انه يعني انه الاصوب يعني في الاثنين. حاضر يا استاذ. تمام. وفي سؤال ثاني بس بالنسبه لفلوس قناه السويس يا فندم، كان في طبعا بعض المشايخ يعني سمعنا ان في بعض الفتاوى طلعت من الازهر ان الفلوس دي حلال، بس انا بستفتي قلبي وحاسس ان هي مش يعني مش حلال، فحضرتك برضه يا ريت تقول لنا يعني الصح ايه؟ يا استاذ سامح، ده المشايخنا قالوا يعني قالوا حلال، مش ما في، مش بس احنا هنؤكد لك المعنى. احيانا العاطفه بتغلب. لا لا ان شاء الله يعني لا الامر واضح. الامر واضح وما تقلقش، وهي فضيل الشيخ هيطمئن قلبك على فلوس قناه السويس اللي كنا بنتسابق كلنا ان احنا نشارك في هذا المشروع القومي العملاق. بشكرك شكرا جزيلا. معايا الاستاذه اميره من الاسماعيليه. يا استاذه منيره. ايوه يا فندم. اتفضلي يا استاذه منيره. السلام عليكم.
وعليك منيره من الاسماعيليه. يا حاجه منيره كل سنه وانت طيبه، اتفضلي. انت طيب حضرتك. انا ليا سؤال مع حضره الشيخ. من فضلك، انا متعوده بقرا قران من المغرب للعشاء. هل ده يعتبر صلاه اوابين؟ ما بصليش يعني، بس بقرا قران طول عمري، متعوده على كده، اقرا قران من المغرب للعشاء. حاضر. يحتسب ده اللي هو صلاه اوابين يعني؟ حاضر حاضر. وهل ينفع يعني اقرا معاه قران لوحده، او اقرا قران او اصلي لوحده؟ حاضر. الاثنين مع بعض. حاضر يا حاجه منيره. بشكرك يا استاذ حسن. بشكرك شكرا جزيلا. استاذ سمر من الجيزه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ سمر اتفضلي. لو سمحت، انا والدتي، احنا خمس بنات يعني احنا خمس بنات ولد. والدتي والدي مبسوط ومعاه كل حاجه، واخويا نفس الحكايه مبسوط، حالته الماديه كويس، بس يعني بيجوا عند حاجات معينه ما بيرضوش يدوها خالص، كل ما بتطلب منهم فلوس ما بيرضوش يدولها. فهي بتتاجر يعني وكده، فهي بتاخد فلوس من مكان زي مشروع القروض المنتهية الصغر والكلام ده، تمام. فأخت جوزها متوفي هي اللي بتساعدها، وأختي التانية حالتها يعني المادية فقيرة جدا، فهي بتساعدهم، فلما بتحتاج فلوس بتروح تجيبها. فهي هل يجوز يعني الحاجة دي حلال، ولا هي تعمل تسيطر مثلا على والدي وعلى أخويا وتقول لهم لا انتوا لازم أن تدفعوا وانتوا ما تجيبش الفلوس دي؟ وينفع تطلع عمره وهي عليها الفلوس دي؟ حاضر. واختي الصغيره في الجامعه هي بتساعدها. ومعلش ليا سؤال تاني. طب خليني استنى، في استفسار من فضيل الشيخ اول. دلوقتي هي الوالده اللي بتنفق على نفسها وعلى بعض افراد الاسره؟ هي اللي بتنفق يعني. هو يعني والدي بيساء يعني بيدفع برضه او بينفق عليه، ولكن بس في حاجات كتير ما بيرضاش يجيبها للبيت. نعم. زي تعليمنا، زي حاجاتنا الخاصه بعد الجواز. طيب. هي دايما تمام. بتساعدنا. طب السؤال الثاني يا استاذ سمر، السؤال الثاني ايه؟ لو سمحت، ايه الفرق بين صلاه الصبح وصلاه الضحى؟ وامتى يعني صلاه الصبح تعتبر صلاه الصبح لحد امتى، وصلاه الضحى لامتى؟ صلاه الصبح وصلاه الضحى. طيب ام جانا معانا. السلام عليكم. يا ام جانا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. لو سمحت كنت عايز اسال عن صلاه الفوائد، وانا كنت صليتها كلها مره الصبح، وبعدين صليت مره يعني صليتها مره الصبح بعد صلاه الضحى. صلوات الفروض عادي. صلوات الفوائد، الصلاه الفائته. ايوه. وبعدين رجعت مره صليتها مع الفروض، فمش عارفه هو كده صح ولا ايه. حاضر. في سؤال كمان. اتفضلي يا فندم. هو انا كان عندي بس تفسير حلم، بس كنت يعني ايه عايزه اعرف يعني. هو انا كنت حلمت ان انا مت يعني، وبس بتكفن وبتغسل في التراب، فبعدين انا عماله خايفه ومطروبه يعني في الحلم وكده، فعماله اقول لهم، عماله اقول للي بتكفني يعني وتغسلني ان انا خايفه، وهي عماله بتطمني، وانا عماله اقول ايه يا رب ارحمني برحمتك، وعماله ترعش وعماله اعيط قوي. فقالت لي، فالمهم لما غمضت عيني في الحين فلقيت راجل كويس كده جالي بص لي وسكت. فبعدين فبقول لها الراجل يعني، بقول لها ان هو في واحد جالي بص لي وسكت، فقالت لي ما دام جالك ما تخافيش فاطمني. فجيت لما فتحت القبر فلقيت الدود في القبر، فسمعت سوره الم نشرح لك صدرك، فلما السوره خلصت الدود اختفى. فانا عماله بقى خايفه، وبعدين هي جايبه بقى تشط الميه كده، وبس حطت ايدي فبقول لها ده ميه ساقعه قوي، فبرضه عماله تطمني يعني. فلما غمضت عيني فشفت صوره قدامي كده زي صوره مسجد، فانا عماله يعني اكلم نفسي في الحلم اقول ايه يا ترى هم يعني هيصلوا عليا امتى، وانزل امتى بقى القبر واتحاسب امتى. ماشي يا ام جنى، بشكرك شكرا جزيلا. عموما اعزائي المشاهدين، سنخرج الى فاصل قصير ثم نعود اليكم لنستقبل كثير من الاتصالات التليفونيه والاس ام اس والفيسبوك، ونجيب على كل هذه التساؤلات. ابقوا معنا دائما.
اهلا بكم اعزائي المشاهدين. فضيله الشيخ عويضه عثمان امين الفتوى بدار الافتاء المصريه، اوجد الترحيب بفضيلتك ونسعد بكل اتصالات الساده المشاهدين. الحاجه سهير كانت بتقول يعني ربنا يديها الصحه، يعني وهي بترعى زوجها بتوديه الجمعه في اول في بدايتها، دلوقتي ما بتقدرش، فبتفتح له الشباك، بتبقى قاعده في البلكونه عشان يعيش الجو مع الجو الجمعه او صلاه الجمعه مع الجامع اللي جنبه او في الراديو او التلفزيون. نعم. وبتخليه يصلي الظهر كمان. نعم. ايه حكم ده؟ اولا جزاها الله خيرا على حرصها على اعانته على فعل الخير، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ولكن نقول طالما انه لا يستطيع الذهاب الى المسجد فهو يعني من اصحاب الاعذار، حطت عنه صلاه الجمعه ويصليها ظهرا، ولكن لا مانع افعلي كما يعني او دومي على ما تقومين به، انك تفتحي له فعلا يسمع الخطبه يعيش الجو ده، ولكن صلاه الظهر عليه هي الفريضه وحطت عنه صلاه الجمعه. استاذ حسن طبعا مستنيين اتصاله مره ثانيه عشان الوضع يبقى واضح بالنسبه لحضرتك. وكمان نعم. احنا عندنا كمان يوم الاحد اذا كان الامر اذا نعم. كان الامر متعلق بالمواريث نعم. فاهلا بك كل احد. الاستاذه ليلى بتقول ابني هيعمل عقيقه لابنه، فبدل ما هيجيب خروفين او كبشين عايز يجيب يعني بقره، عايز يجيب جاموسه. نعم. لا شك انها ترمي لحما اكثر من الخروفين، ولكن نقول كن حريصا ان سن العقيقه هو سن الاضحيه. طيب احنا دلوقتي صعب جدا انك تلاقي جاموسه او عجل او نحو ذلك يعني وصل الى السنتين فما فوق، ولكن بتلاقيه عشان هو بياخد علف ما بيخلوش يكمل سنتين، ممكن سنه وشهرين، ممكن سنه. فلذلك بنقول يبقى تعوض ذلك وزنا يعني يكون فوق ال 350 كيلو وانت طالع، والا طالما مش كده يبقى يجيب يكتفي بالخروفين. طيب مولانا دلوقتي اذا اعتلى الخطيب المنبر نعم. يا ترى اصلي ركعتين ولا ما اصليش ولا اقعد؟ الخلاف في الدائر واحيانا بعض الناس تثير عليه مشاكل في المساجد، ان يشوف واحد داخل كده وهو يكون قاعد فيصلي ركعتين، انا شفت بعض كده روح كده شده عشان يقعده، شو رايته كده وانا بخطب لقيته بيشده عشان يقعده، وطبعا دي كان مستمر في الركعتين. الامر فيه خلاف والامر واسع، وثبت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم دخل سليك الغطفاني رضي الله عنه سيدنا سليك فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فاركع ركعتين، ده النبي وهو بيخطب قال له ذلك، قم فاركع ركعتين خفيفتين وتجوز فيهما، فقام سيدنا سليك فصلى ركعتين ثم جلس. العلماء استدلوا بها على أنه الإنسان إذا دخل والإمام يخطب له أن يصلي ركعتين، أو يجوز له أو من السنة أن يصلي ركعتين شغلا أو إشغالا للبقعة التي سيجلس فيها اللي احنا بنسميها ركعتين تحية المسجد. والبعض يقول اللي عايز يمنعهم بقى يقول لك إيه، لا ده سليك الغطفاني كان مريض، كان فقير، وكانت حالته يعني يبدو عليها أنه يعني يحتاج، فأوقفه النبي حتى يراه الصحابة فيتصدقون عليه. طبعا هذا الكلام يعني ربما يكون عليه اعتراض كبير، والصحيح أنك إذا ما دخلت المسجد والإمام يخطب فصلي ركعتين خفيفتين وتجوز فيهما إن شاء الله. مولانا دلوقتي الأستاذ سامح عايزين نطمنه على فلوس قناة السويس. أنا مش عارف أستاذ سامح، أولا مش عايزين أشياء نحكم يعني بها أو عليها بالعواطف. أنت شفت يعني مجمع البحوث والأزهر ودار الإفتاء كلهم قالوا بأنها جائزة، فلا تقلق من ذلك أبدا واطمئن، وإن شاء الله ربنا هيتقبل، وإن شاء الله ربنا يرفع يعني شأن البلد بمجهودات الناس وبإخلاص الناس، والإذاعات دي كان لها يعني مردود كبير جدا وأثر كبير جدا على اقتصادنا، فإن شاء الله كن مطمئنا ولا تقلق من ذلك عشان يكون بلدنا نعم. بيدينا احنا مش بيد نعم. حد تاني نعم. بيدي لا بيدي عمرو كما نعم. يقولون. نروح في صلاة الأوابين، يا ترى أنا بين المغرب والعشاء بقعد أقرأ قرآن، طب أقرأ قرآن ولا أصلي؟ طب أجمع بين الفضائل دي كلها إزاي؟ الحاجة منيرة عايزة تطمن. الحاجة منيرة ست طيبة، أنت وظبطي أو بدأتي تحافظين على أنك تقرأي قرآن، لا مانع أن تجمعي بين الحسنين، وهذا أفضل أنك أنت تجعلي بعض الركعات القليلة ولو أربع ركعات، ثم يعني تكملين الوقت ما بين العشاءين بتلاوة القرآن، فبقى أنت كده صليتي ولم تحرمي نفسك من الصلاة، ثم بعد ذلك أيضا لم تحرمي نفسك من تلاوة القرآن الذي تعودتي عليه.
مولانا برضو يمكن في بعض الأسئلة حول السيدة الكريمة اللي بتصرف على أولادها وبرضو عشان تكمل. نعم. عند بنتها الغير قادرة على يعني استيفاء. أنا أذكر المعيشة يعني بتاعتها. الحادثة ديت ورنت في دماغي جيدا لأن السؤال ده سبق وسألته المرأة نفسها. المرأة نفسها سبق أنا أذكر ذلك وقالت أني أنا عشان أعطي لأبنائي وأنفق على بناتي فبنقول طالما أن البيت يحتاج إلى مجهودها وإلى عملها وأنها تحتاج إلى النفقة على تعليم أبنائها في الوقت اللي ابنها بيتقاعص عن هذا والزوج لا يعني بيتقاعص عن ذلك فأصبح الأمر منوط بها. فأنت شوفي المشروع اللي أنت بتعمليه والله إن توقف الأمر على القرض فخلاص وأنت في حاجة إليه في حاجة ضرورية إليه فلك أن تأخذي على قدر ما تمولي به المشروع وده يكون تمويل وإن شاء الله صحيح وربنا يعينك على حياتك. معايا الأستاذ أحمد من القاهرة. أستاذ أحمد أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ حسن. يا أهلا وسهلا تفضل يا فندم. أستاذ حضرتك أنا بنتي بتقضي عمرة مع مامتها والإخوة السعوديين اللي هم الحريم فهي بتصلي في الحرم النبوي قالوا لا هي لابسة عباية يعني هي عبارة عن إيه عباية مقسومة نصين ألوان مش أسود أو أبيض أو كده فبيقولوها دي بتبقى للأفراح عندنا هنا لكن أنت تلبسي عباية لون واحد يا لون أبيض يا لون أسود كده يعني فأنا بسأل السؤال هل ده صحيح ولا مش صحيح؟ حاضر في أسئلة تانية؟ معلش برضو استكمالة عندها بتلبس بعض الوقت مناطيل وعليها يعني تعتبر زي البلوزة اللي هي لحد الركب أي فأنا عايز أعرف هل ده صحيح ولا مش صحيح والصح إيه نعمله عشان هي لسه موجودة هناك واتصلت بيا قالت لي بس اسأل. حاضر أستاذ أحمد. معايا أم محمد من القاهرة. السلام عليكم وجزاكم الله خيرا يجعل في ميزان حسناتكم فتاوى الناس الواحد بيقعد يستناها كل يوم عشان يسأل فيها. وعليكم السلام ورحمة الله جزاكم الله خيرا لكل العاملين على القناة. يا أهلا وسهلا تفضل يا فندم. فضلت الشيخ ما عندي سؤالين. السؤال الأول لو سمحت بعد إذن حضرتك لبس الكرافتة الحرير اشتريت كرافتة حرير كنت طالبة من برا المهمة حضرتك فجيت أهدي لخالي وعمي كهدايا أما خالي قال لي لا حرام عمي كانوا قاعدين في قاعدة فقام قال لي لا هي مش حرام قوي لأنها حلال أنا سمعت أنه ممكن الإنسان يلبسها الراجل بدم فوق القميص والحرير الوقتي ما بقاش حرير مصنع هي مكتوب عليها بيور سلك 100% ده أنا كنت أسأل حضرتك هل هو الحرير فعلا الحرير الابريسم المعروف فعلا الطبيعي ولا هو حرير صناعي بس من نوع فخم شويه هو مكتوب عليها هي جايه من بره من اوروبا بيور سيلك من انجلترا مكتوب عليها بيور سيلك فانا ما عنديش اي فكره بقى بس كل المكتوب عليها ففي قالوا لا فوق القميص ممكن يتلبس ومش حرام وصل السؤال فانا لو اديتها واحرجوني قالوا لي لا احنا عايزينها فده انت جبتيها عايزينها فقال انا عليا وزر لو اديتها هديه لو انا زوجي او ابني ما لبسوهاش ولا لا حتى وديتها هدية. السؤال الأول. تاني سؤال وبسرعة لو سمحت. في حد من اللي بيجي عندنا في البيت يساعد والدتي ظروفها الاقتصادية مش مظبوطة. فماما بتطلع لها مبلغ معين حضرتك مرة واحدة في السنة. لكن من الزكاة. مرة واحدة في السنة من الزكاة. أبو البنت الست اللي بتجينا دي موجودة وجوزها موجود. أيوة. فالوقتي حضرتك بنتها بتتجوز. فهي قالت لها يعني بعمل لها نصيب من الزكاة يا حاجة شهري عشان أشتري لها حاجة في البيت. اللي أنا السؤال أنا عايز أسأله هي اللي بيساعدونا عندنا سواء العاملة اللي بتساعدنا. بما إن أبوها موجود هل ليها نصيب الواحد الأفضل؟ أنا كنت قلت لوالدتي يا ماما لا ده يبقى ليهم نصيب بسيط جدا من فلوس الزكاة وبعد كده طلعي أنت صدقة. لكن هي الوقتي بتطالب مثلا 100 جنيه او 200 جنيه شهريا تعمل لها حساب بنتها اللي هي ناويه تتجوز عشان دي فلوس خارجه غير المبلغ اللي بتديه لها مثلا 1000 جنيه مره في السنه بس ابوها موجود ابو البنت موجود فجزاكم الله خيرا قلت لماما اعتبري ده ال 200 جنيه اللي بتطلعيها كل شهر عشان تجهز صدقه البنت صدقه من الزكاه صدقه من الزكاه قالت لي لا يا بنتي اسالي لي لان تفرق كتير بعتبرها صدقه ولا لا حاضر شكرا جزاكم الله بشكر حضرتك شكرا جزيلا واهلا بكل التساؤلات والاتصالات معايا ام احمد من القليوبيه أم أحمد أهلا بيكي السلام عليكم أستاذ حسن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي فندم لو سمحت يا أستاذ حسن أنا لي سؤالين ورجاء لو سمحتي الله يبارك تفضلي تفضلي السؤال الأول السؤال الأول في سمعت حديث بيقول اثنان لا يدخل الجنة الحاقد والحاقد اثنان لا يدخلان الجنة الحاقد والحاسد الحاقد والحاسد آه
طيب احنا عرفنا ان الحاسد هو اللي بيتمنى زوال النعمة على اخيه المكرم وانها تكون له. طيب الحاقد ايه هو؟ عايز افهم مين هو الحاقد. حاضر. اما بالنسبة للسؤال الثاني، احنا لما بنخلص الصلوات بتاعتنا المفروضة فاحنا بنختم بالتهليل والتحميد والتكبير وكده 33 على ايدينا الاثنين. ايوه. فانا سمعت بيقولوا لا ما ينفعش على ايد الشمال، لازم هي تعملوه على ايد واحده. حاضر. على الايد اليمين يعني. فاحنا لما بنعمل على ايد واحده بنتلخبط في العدد. حاضر. فايه هو الصحيح؟ الرجاء بقى. الرجاء الله يبارك فيكم. ايوه. انا اعرف ست غلبانه قوي والله يا استاذ حسن. بتشيل العيش من الطوابين تفرقه كده للناس، بتوصلوا البيوت مزير اجر يعني جنيه 2 جنيه، وعندها بنت تعبانه جدا جدا فوق ما تتخيل، عندها كهرباء زياده في المخ، هي عروس عندها حوالي 18 او 19 سنه. حاضر. وبتقع منها في الشارع وبتتعرى يا عيني، وهم مش عارفين يعالجوها. فالله يبارك فيك، لو اي حد يتكفل الحاله دي يبقى كتر الف خير. حضرتك ترجعي الكنترول روم وتسيبي حضرتك التليفون، وان شاء الله سيحدث التواصل والاتصال مع اهل الخير. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. الاستاذه امة الله. استاذه امة اهلا بيكي. استاذة أمة. ألو. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك يا أستاذة أمة. أهلا وسهلا. ممكن حضرتك وأنت بصحة وسلامة، حضرتك لو وطيت التلفزيون في البيت هتسمعينا بشكل أسرع وأوضح. حاضر حاضر. اتفضلي. طب حضرتك ليه؟ أنا بقى أنا كنت في عمرة. فجيت أتوضى يعني في صلاة الفجر، وعشان أرجع أتوضى مثلا وأضوي النساء يعني هتخطى ركاب كتير جدا رجاله وستات، ومش هقدر الحق صلاه الفجر لو رجعت تاني كمان. طيب. فاضطريت اتوضا، ما فيش قدامي الا مواضي كان رجاله بس، لقيت ان الستات بيتوضوا وتوضيت معاهم، وحاولت بقدر الامكان انني يعني ما اتعرش غير اني كعب رجلي دراعتي وش كده، قمت عامله على الطرحه. فواحد يعني قال لي ما ينفعش كده يا حاجه، والوضوء وكده والباطل ومش عارفه، قلت له الضرورات مضطره. ده سؤال، هل ينفع كده وصلت الفجر بيه كده؟ حاضر. لان مش قادر، لان كنت جوه الحرم، لو هخرج بره الحرم مش هقدر ارجع تاني. حاضر. دي حد سؤال. السؤال الثاني. السؤال الثاني، وانا كنت في الحرم اقرا قران، سبحان الله انا بقرا في البيت يعني حلو يعني كويس يعني، وانا فاهمه يعني التجويد شويه، الاقي الشيطان يلخبط فيا ويلخبط لي في الايات، اجي اصلي برضه ينسيني انا كنت مصليه دي لوحدي يعني، انما مع الامام عادي. فمش عارفه يعني ده برضو الواحد لخبطت القران وانا بصلي في الحرم او بعمل، فكنت متضايقه من الكلام ده. وبعدين كمان الستات هناك والرجاله، انا بتحرى ان انا اصلي مع الستات، ابص الاقي صف رجاله بقى ورانا، عبال ما اجي مثلا امشي الاقي صف رجاله تاني، صف ستات تاني، فالعمليه مش مظبوطه هناك، فبضطر يعني. لا يا فندم احنا لا مش مشكله مش مظبوطه، احنا نسال نقول ده صح ولا لا، بس مش مظبوطه يعني. عفوا يعني اسمحي لي. بيجي الشرطه ساعات هم الرجاله يعني من عند الستات نشوف او شويه لا سايبين الرجاله مع الستات. لا انا بشكر. ببقى زعلانه انني مثلا بصلي وراجل ورايا. لا لا بس نشوف الحكم. ببقى مضطر هروح فين؟ اجي ابص الاقي بقى قدامي ورايا ما اقدرش اروح ولا اجي بقى. حاضر. مش عارفه برضه الصلاه ديت بيقولوا في الحرم عادي يعني اساس ان ايه مش. ايوه نسمع الحكم، نسمع الحكم وبعدين نرتاح للحكم ويعني ايه ونصلي. بشكرك شكرا جزيلا يا استاذه امه. مولانا اسمح لنا نجيب على التساؤلات اللي معانا. كان الاستاذه سما كان ليها سؤال عن صلاه الصبح وامتى تبقى فجر وامتى، وصلاه الضحى كمان بتسال عنها. هي عايزه الاول تعرف الفرق بين صلاه الصبح وصلاه الضحى. صلاه الصبح دي عندنا هي الفرض اللي احنا مطالبين بيه، اما صلاه الضحى هذه سنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، تكون من بعد شروق الشمس بتلت ساعه. شوفي وقت الشروق امتى، وبعد شروق الشمس بتلت ساعه بتبدا صلاه الضحى لحد قبيل الظهر بدقائق، بعشر دقائق ربع ساعه يعني بالكثير قوي، يبقى احنا كده ده كله وقت صلاه الضحى. أما صلاة الصبح دي فريضة، يبقى صلاة الصبح فريضة، أما صلاة الضحى هذه سنة. يعني الإنسان الأفضل أن يصليها ليأخذ الثواب، لينال ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها صدقة عن أعضاء الإنسان التي أصبحت يعني سليمة وأصبحت معافاة من التعب والعطب، فديت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تكفي إن شاء الله. شكرا لله على نعمة العافية. الأمر الثاني عايزة تعرف الفرق بين تقول الله هي صلاة الصبح إيه وصلاة الفجر إيه وصلاة الضحى إيه. صلاة الصبح، صلاة الفجر، صلاة الغداة، وده الاسم الثالث، هي يعني مسميات لشيء واحد، هي الفريضة التي تصلى قبل شروق الشمس.
يبقى نسميها صلاة الصبح، نسميها صلاة الفجر، نسميها صلاة الغدات، هذه كلها صحيحة. نعم. أم جانا كانت بتسأل عن صلاة الفوائد. نعم. يعني بصلي صلاة الفوائد أحيانا في الصبح وبصليها في أوقات صلاة معينة. صلاة الفائتة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. إذا صلاة الفوائد تصلى في أي وقت، حتى قالوا تصلى أيضا في أوقات الكراهة، يعني بعد العصر أنا صليت العصر ممكن أفضل أصلي فوائد حتى يعني قرب المغرب، ممكن بعد الفجر ممكن أصلي، كل حتى في الأوقات اللي فيها كراهة الإنسان ممكن يقضي فيها الفوائد، فهذا هذا من الجائز له. فإذا في أي وقت يقضي الإنسان الفوائد. معالي الأستاذة ليلى من القاهرة. أستاذة ليلى أهلا بيكي. أهلا بحضرتك، معلش أنا لسه متصلة من شوية بخصوص العقيقة. أكمل السؤال بخصوص العقيقة صح؟ أيوة. الله يبارك فيك. يا أهلا وسهلا فندم. أهلا بحضرتك. السؤال دلوقتي بالنسبة للعقيقة لازم انها احنا نسويها ولا ممكن تتفرق لحمة نية؟ حاضر. في اسئلة تانية؟ لا متشكرة جدا، بشكرك شكرا جزيلا. يعني ان ننسى نعم، يعني سنذهب الى فاصل قصير. حاضر. ولكن معي ام ايمن على التليفون، ناخذها قبل الفاصل. ام ايمن اهلا بيكي. ام ايمن الو. الو. ايوه يا اهلا وسهلا. أيوة. تفضلي يا فندم. أميمة من الاسكندريه. يا اهلا وسهلا. أميمة من الاسكندريه. الاستاذه أميمة. الاستاذه أميمة اهلا بيك. اهلا فضل. لو سمحت عايزه اسال سؤال. احنا كنا في الحج وبعدين لقينا واحنا داخلين المسجد نصلي كاتبين لنا يعني على الباب ان احنا واحنا ساجدين ما نقراش ما ندعيش دعاء من القران، فلو سمحت الكلام ده مظبوط ولا يعني انا عايزه ادعي وانا ساجده، فبدعي من القران. يعني انت كنت لقيت الكلام ده مكتوب على وانت داخل على الباب؟ على بالظبط كده. نسال مولانا فيه، نسال فضيله الشيخ عويضه فيه وان شاء الله هنعرف الاجابه، ولكن بعد هذا الفاصل انتظرونا دائما. اهلا بكم اعزائي المشاهدين. فضيله الشيخ عويضه، ام جان كان لها متبقي لها سؤال، كانت بتسال عن دلائل او الاشارات اللي بتحصل في الاحلام بعد ما قرات الايه او السوره وحصل اللي حصل، يعني عايزه دلالته ايه؟ نعم، نفسي الانسان لو راى حتى رؤيا انه يحدث له شر، يا جماعه قد يكون هذا بالعكس تماما، بنقول الامر مش لازم اذا ما رايت شرا تراه شرا، فدائما تفائل وقل اللهم اجعله خيرا، وإذا رأيت ما يسوءك قم وادفل عن يسارك ثلاثا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وقل اللهم اجعله خيرا. فدائما مش عايزين نتشائم، بعض الناس عندما يسمع بعض الآيات يتشائم، آيات عن الموت ازاي، وجاءت سكرة الموت بالحق، امرأة سمعتها أو رأتها في المنام أصيبت بحالة نفسية شديدة، وأنا عشت هذه المشكلة معهم وكانت تعبانة نفسيا وقاعدة في البيت ما ينفعش، ومع ذلك الكلام ده من سنوات وهي لم تمت وفي قمة العافية. فلذلك إن شاء الله استبشري خيرا، أولا أنت رأيت خيرا، رأيت آيات وسمعت قرآن وتحول شصوة وأشكال، يعني يدل إن شاء الله أنها رؤية خير، ولكن لا تتشائمي أبدا يعني. وأما الموت فهو قريب منا جميعا، يعمل الإنسان الخير ودائما ينتظر لقاء الله في أي وقت، ونسأل الله لنا ولجميع المشاهدين حسن الختام. الحاج أحمد من القاهرة بيقول بنتي بتعمل عمرة مع والدتها ويبدو أنها لابسة عباية، العباية واخدة شكلين أو لونين يعني، فبعض السيدات هناك قالوا لها على مستوى يعني التلميح يعني بيقول لها لا ده ما ينفعش أداء العمرة بالشكل ده، فهل ده صح ولا غلط؟ وهل هناك لون ثابت لابد أن تتحلى به المرأة أو الرجل فيه؟ نعم. أولا أكثر المناطق التي تجد فيها جدالا
وتجد فيها فتاوى عجيبة هي في رحلات الحج والعمرة, وكل واحد بيفتي الحقيقة, وده صعب جدا وممكن يخلوا الناس تتضايق والناس تتضايق ويعرف ان هو ممكن عمرته مش مقبولة او حجه عمل حاجة غلط. فالله يكرمكم, مش عايزين نسارع ونبطل هذه الاشياء. طالما ان الثوب ساتر يجوز للمرأة ان ترتديه, طالما انه ساتر لا يشف ولا يصف, خلاص لابسة عباية لونين ما فيهاش اي مشكلة, لون واحد ما فيهاش مشكلة. وبعدين اقول لها احنا بنلبسها في الافراح, هو فين ده؟ ما قالش ان هي حرام, اقول لها احنا دي بنلبسها في الافراح, خلاص خير. طب ما هي العمرة فرح ايضا, في اكتر فرح من فرح واكتر من فرح ده وسرور. يعني لا شيء في ذلك, طالما ان المرأة يعني محتشمة ولبسها ليست ضيقة, فما اظن حد بيلبس ابدا شيء ضيق هناك. نعم, بيسأل برضو سؤال بخصوص اللبس او المحتشم بالنسبة للسيدة, بيقول بنطلون وعليها بلوزة طويلة, البلوزة واصلة للركب. حضرتك كتير جدا لو في وانت في رحلة الحج والعمرة بتلاقي الجماعة خاصة بتوع يعني نواحي باكستان ونواحي بيلبسوا دايما بناطيل واسعة وعليها اشياء يعني واسعة اللي احنا بنسميها تونيكات. هذه الاشياء ايضا يعني لا تصف ولا الجسم ولا تشف ما تحتها, فهي ايضا صحيحة طالما انها ساترة للجسم. مولانا الكرافتة الحرير بقى, يعني ام محمد جابت كرافتة حرير لعمها لخالها لقرايبها, وبعدين بعد ما حبت تديها لهم رجعت قالت لا ده حرير خاف يكون حرام. نعم, على الرجال هو بس هم عايزين, قالوا لها ادينا الفكره يعني افرض قالوا لها احنا عايزين الهدايا دي, ولكن اولا ممكن ياخدها ده هديه ممكن يحتفظ بيها. أه, مش لازم يلبسها. زي بالضبط انا بديك مثلا اناء فضه, معلقه فضه, معلقه ذهب, طب نهى النبي عن ايه؟ عن الشرب والاكل فيها. ولكن في مساله اتخاذها ان انا اخدها كده مثلا زينه او احتفظ بها كتذكار, بعض العلماء قال لا شيء فيها. طيب فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير وقال من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخره, وامسك الذهب والحرير وقال هذان حرام على ذكور امتي حلال لنسائها. فلذلك نقول يعني بهذين الحديثين لا نلبس الحرير. بس بقول لحضرتك برضو إن كان حريرا خالصا يعني الحرير الطبيعي, فبنقول لو كان الحرير طبيعي والجرافات حرير طبيعي أيضا هذا يسمى لباس, فالإنسان ما يلبسه. بس يخاف من نقطة, افرض أهدت إليهم هذه الكرافات على سنهم يعملوها سوفونير عندهم, ولكن بس حد لبسها النبي, هل شرط أن الحرير يلامس الجسد ده يلبسه من فوق القميص؟ هل ده يصح؟ لا يا فندم, ما يلبسه. أيوة, خالص. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى لسيدنا عمر ثوب حرير فقال يا رسول الله هذا, قال يعني أعطيه لأهلك. فالإنسان مش شرط أنك أنت هي ممكن ما يلبسوش, ولكن ممكن يحطه في البيت ينتفع به في أي شيء آخر, ولكن لا يرتدي الحرير. مولانا الظروف الخدامة اللي عندهم أو ست عفوا اللي بتيجي تنظف لهم البيت ظروفها صعبة شوية, جوزها موجود عندها بنت هتتجوز, الوالدة كانت بتصرف لهم مبلغ من الزكاة مرة في السنة, دلوقتي بتقول بنتي محتاجة فخصصوا لها مبلغ كل شهر, فيا ترى ال 200 جنيه أو ال 100 جنيه الشهرية دي نخليها صدقة ولا زكاة؟ كما تحب كما يحلو لك, يجوز انك تجعليها من الزكاة, نعم يجوز, يجوز ان تجعليها صدقة, نعم يجوز. ولكن ننتبه دائما عندما نعطي الخادم او نعطي من يقوم لنا بعمل لا نشق عليه حتى او نستغله لاننا نعطيه شيئا زائدا, ما اظنش الحمد لله حد بيفعل ذلك, ولكن نعطيه نبين ان هذا حق الله لك وان هذا لك بخلاف الأجرة او بخلاف ما تأخذه على او نظير خدمتك. مولانا اسمح لنا نقرأ بعض التساؤلات من الفيسبوك لنجيب على كل التساؤلات التي معنا. هذا السؤال من الجزائر, نقرأ هذا السؤال معا. أنا أشرف من الجزائر, لدي أخ أكبر متزوج وعنده بيت وحده, وهو لا يزور أمي وأبي منذ مدة طويلة جدا وحتى في الهاتف, ما رأيكم؟ هل تذهب أمي لتزوره في بيته لأنها مشتاقة إليه كثيرا؟ أعطوني نصيحة وشكرا. لا إله إلا الله. يعني يا جماعة عايزين نعرف أن الأب والأم قلوبهم غير الأبناء. ممكن أنت مش واخد بالك أن الأم قد إيه مشتاقة ليك, أبوك قد إيه يشتاق إليك, فأنت مش في دماغك لأنك بعد ربما لم تنجب, لم تتزوج ولم تنجب. متى تعرف حنان الأب أو شدة شوق الأم؟ عندما تنجب ويزداد قلقك على ولدك وأنك تحب أن تراه كل يوم. فلذلك بنقول الأخ ده يعني ينبه أخاه إلى أن يصل إلى أبيه وأمه, لأن يصل والده وأن يعني يجلس معهما, لأن أنت في حاجة إلى الجلوس, مش هم في حاجة ليك على فكرة.
هم ليس في حاجة إليك، ولكن أنت في حاجة إلى الجلوس عند قدم أبيك وأمك لتنال الرحمة. فنسأل الله أن يرقق قلبه لزيارة أبيه وأمه. السؤال الثاني أيضا من الفيسبوك، عندنا أطفال صغار 4 سنوات متوفيان، أريد أن أعلم هل حق لهم الجنة وأين هم؟ نعم، أطفال المسلمين باتفاق العلماء أنهم في الجنة، واختلفوا في أطفال المشركين، والجمهور على أنهم في الجنة أيضا لأنهم لم يعملوا، والبعض قال إنما يختبرون يوم القيامة، ولكن الجمهور على أنهم في الجنة لأن الله سبحانه وتعالى توفاهم وهم صغار وهم غير مكلفين، فلذلك اطمئن، فسيأخذ الطفل المسلم إذا ما يعني فقده أبوه أو أمه سيأخذ بيده، ولن يدخل الجنة إلا ومعه أبوه وأمه. مولانا، في سؤال أخونا من الجزائر، هل والدة هذا الأخ تروح تزوره؟ تروح تزوره طبعا، طبعاً. وما تقدرش تقول لها ما تروحيش، حتى مهما قلت لها لا ده هو اللي يجي لك، أبدا، لأن هذا هو قلب الأم، فلذلك هي يعني إن شاء الله تذهب إليه، لعلها أيضا ترقق قلبه ليأتي إليها بعد ذلك. أم أحمد من الأليوبية كانت تقول قريت حديث بيقول اثنان لا يدخلان الجنة، نعم، الحاقد والحاسد. احنا عارفين يعني الحاسد، فمن نعم الحاقد؟ الحاقد هو صاحب الغل في قلبه، يعني صاحب الكره للناس، لا يحب لهم الخير ونحو ذلك، فهو أيضا يعني قريب من معنى الحسد. لذلك كان من أجمل صفات أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، فالله ينزع الغل والحقد من قلوب أهل الجنة لأنها صفة مذمومة. بخصوص يا مولانا التسبيح والتهليل أو التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات، نعم، بعد الفرائض، دلوقتي على اليمين والشمال ولا على اليمين بس؟ طالما أنها لم تستطع أن تضبط على اليمين فقط، لها أن تستخدم اليمين واليسار وكلاهما صحيح إن شاء الله. بخصوص يا مولانا الأستاذة أمة الله بتتوضى في حابة تتوضى، فتوضت مع الرجال في الحرم عشان، نعم، أو في المكان اللي بيتوضوا فيه الرجال عشان تلحق ومش هتعرف تتوضى في المكان المخصص للسيدات. الوضوء صحيح ولا شيء عليك إن شاء الله، ولكن طبعا يعني ده مفروض ما يحصل شيء، يعني حتى لا يظهر جزء من العورة أيضا أو جزء من قدم أو جزء أو الذراع أمام الرجال، ولكن بالنسبة للوضوء الوضوء صحيح، ونسأل الله أن يغفر بقى مسألة كشف القدم والرجل، وإن شاء الله ربنا هيغفر بإذن الله. بخصوص الصلاة في المسجد الحرام والسيدات والرجال، وهذا في صف موجود قدامنا صف في رجال وفي صف سيدات، يعني البعض يرى، يعني ما حكم هذا؟ أولا الصلاة صحيح، والعلماء على مدار الزمان لم يستطيعوا أبدا أن يضبطوا هذا، ضبطه صعب جدا، لأن ده مكان طواف ومكان عبادة، ده بيطوف وده بيصلي. لذلك أنت بص في الحرم النبوي، لا أنت بتعرف تضبط النساء، أنت بيصلوا في مكان والرجال في مكان، أما في الحرم المكي لا، ده صعب جدا الضبط، فلذلك هذا مستثنى، حتى مستثنى المرور قدام بين يدي المصلي، ما تقولش بقى ده لازم يكون، لا ده هنا يمر في أي مكان، لأنه صعب جدا أن يضبط، ففي مستثنيات في هذا المكان خصيصا، يعني واللي هناك مشغول نعم بالمناسك، نعم، مشغول بروحانيات المكان، ما حدش وبتجليات المكان، نعم نعم. ما قلت في المساجد الأخرى بس برضو عشان الأمر يبقى واضح، لا احنا بنقول مستثنى فقط، أيوة، الحرم المكي، أيوة، أما المساجد الأخرى لا. نعم. مولانا، طب وانا بقرا القران، بتقول انا كنت يعني اقرا القران كويس، لما رحت الحرم وفضلت بلاقيت وانا بقرا القران بتلخبط، والشيطان يعني مش سايبني في حالي، انا مش عارف ليه ان القلب الشيطان ده، هذه اماكن يعني طيبه مباركه، ان كنت انت كان في امر نفسي حاجه مضايقاكي فخلاكي تتلخبطي، ولكن مش عايزين نربط ابدا ان دي عاده، ده حصلت مره، يعني مش كل ما بتروح هناك هيحدث هذا، فمش عايزك ابدا تاخدي في بالك او تنتبهي الى مثل هذا الامر. في ثواني معدودة، نعم، الدعاء بالقرآن في السجود، عفوا في الركوع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ببعض الآيات ولكن ليس على سبيل القرآن، وإنما يتأول القرآن كما تقول أمنا عائشة، كما تقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، هذه تقولها في سجودك أنت، لا تقولها على سبيل تلاوة القرآن، لأن في نهي عن تلاوة القرآن في السجود والركوع، ولكن تقولها على سبيل الدعاء، تتأول القرآن كأنه دعاء. أشكرك شكرا جزيلا مولانا الشيخ عبد عثمان أمين فتوى بدار الإفتاء المصرية، ونلتقي دائما على هذا الخير. أعزائي المشاهدين، دمتم في رعاية الله وأمنه، إلى اللقاء.